تداعيات حرب غزة على لبنان استدعت زيارة لوفد من المجلس الشيعي الأعلى إلى بكركي للقاء البطريرك الماروني مربشارة بطرس الراعي، فشدد نائب رئيس المجلس علي الخطيب على أهمية الوحدة الوطنية في هذه المرحلة وتأجيل الخلافات السياسية. نحن حريصون معكم على وحدة اللبنانيين، على أن يكون لبنان ويبقى لبنان وطنا واحدا لجميع بنيه، وأن نقف جميعا في وجه الأخطار التي يمكن أن يتعرض لها لبنان موقفا واحدا يحفظ سيادته ويحفظ أبنائه وكرامة شعبه. البطريرك الماروني مربشارة بطرس الراعي اعتبر أننا أمام مأساة كبيرة في تاريخ البشرية، وقدم التعازي بالشهداء وبنجل النائب محمد رعد، وشدد على ضرورة عقد قمة روحية قريبا. ونرى من الضروري جدا أن نعقد قمتنا الروحية لكي نوحد موقفنا، وهو هذا الموقف وهذا اللقاء يعطي ثقة لشعبنا الذي اليوم فاقد ثقته بالجميع ولا يرى أي مستقبل أو أي آفاق جديدة أمام حياته. فعندما يرى الرؤساء الروحيين في لبنان يلتقون تكفي صورة هذا اللقاء لكي الشعب يشعر بالثقة. بعد اللقاء دعا الشيخ علي الخطيب إلى ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية وولادة حكومة أصيلة لينتظم عمل المؤسسات، وردا على السؤال حول موقفهم من الدعوة للتمديد لقائد الجيش أجاب: نحن مع حل يبقي المؤسسة العسكرية متماسكة والقرار في مجلسي النواب والوزراء. نحن مع الحل الذي يبقي على هذه المؤسسة متماسكة ويدفع الأخطار عن لبنان. أما في كيفية أن لست قانونية هذا محله محل آخر، لكن نحن نحث السياسيين والمسؤولين على الوصول إلى حل سريع. الشيخ الخطيب أعلن بدء المشاورات في سبيل عقد القمة الروحية في المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في الحازمية. جوزيفين أبي غصن، صوت لبنان بكركي.